السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيمنج ديزل. في الفيديو تاع اليوم راح نوريكم كيفاش تشغلوا لعبة كول اوف ديوتي موبايل على الحاسوب تاعكم ولا على البي سي تاعكم. هذا هو الموقع، راح تلقوه اسفل الفيديو لتحميل تطبيق تشغيل كول اوف ديوتي موبايل على البي سي. هذه تضغط هنا داونلود، او لا راح يحمل معك الباكاج كول اوف ديوتي موبايل. من بعد ما تحمل الباكاج تاع كول اوف ديوتي موبايل راح تانستاليه، راح تانستال معاك برنامج جيم لوب. هذا اللي ظهر معانا راكم تشوفوا فيه، بزاف ناس يعرفوه، هو لتشغيل لعبة بابجي موبايل. هذا التطبيق يشغلكم لعبة بابجي موبايل ويشغلكم لعبة كول اوف ديوتي موبايل. هاولا البرنامج تاعنا، كما راكم تشوفوا هذا هو البرنامج تاعنا جيم لوب، يشغلكم لعبة كول اوف ديوتي موبايل وبابجي موبايل. كاين بزاف ناس عارفه هذا البرنامج، اولا جيم لوب تاعنا. باش تحملوا كول اوف ديوتي موبايل راح تلقوا كول اوف ديوتي موبايل هنا في ماي جيمز. ماي جيمز، قبل كل شيء لازم تدخلوا الجيميل تاعكم باش تحملوا جوجل بلاي. هنا راكم تشوفوا ظهرت معنا لعبة كول اوف ديوتي موبايل. قبل ما تدير لها انستالي لازم تكون مدخل الايميل تاعك باش تحمل جوجل بلاي تاعك. من بعد ما تحمل جوجل بلاي تاعك راح تحمل كول اوف ديوتي موبايل عادي. هيا لو ضغطوا انستالي، كما راكم تشوفوا نديرو انترناسيونال، كاين كوريا ولا النسخه، كاين عده نسخات، نديرو انترناسيونال. هاي لو راح يبدا يحمل معنا اللعبه تاعنا. كما هكا راح نحملو النسخه العالميه لكول اوف ديوتي موبايل، معناتها تشغل لك بدون في بي ان. جوجل ما راكش داير لها التحديث، عمل التحديث تاع جوجل تاعك او لا؟ راح نعمل تحديث لجوجل. كما قلت لكم لازم تكون جوجل عملها التحديث. لما تكون عامل تحديث تاع جوجل انستالي، هذه راح تحمل كول اوف ديوتي موبايل وتشغلها عادي بدون اي مشكل. راح نحمل انا لعبه كول اوف ديوتي موبايل، من بعد ما راح نحملها راح نجربوها مع بعض على الحاسوب تاعنا. راني رجعت لكم من بعد تحميل لعبة كول اوف ديوتي موبايل على الحاسوب تاعنا. سيبو راهي محملة كيما شفتو، طريقة لي حملنا بيها كول اوف ديوتي موبايل بالبرنامج تاعنا جيم لوب. كيما راكم تشوفو مبقانا الآن غير نروحو نجربوها مع بعض. نضغطو على بلاي، هاي اللعبة بدات تصعد معانا كيما راكم تشوفو. هاي لا كيما راكم تشوفو، هاي لا اللعبة تاعنا بداية هنايا. هاي لا البداية هنا يوريك طريقة تاع اللاعب كيما راكم تشوفو. هاي لا هاي انا شوية الكلافي ولا سوري ما نلعبش بيهم بزاف. كيما راكم تشوفو نضغطو هنايا، نديرو لنا الاف او لا، هيا نقدمو او لا. على اللعبة اللي تشغل في الحاسوب تاعنا عادي بدون اي مشكل او لا. كاين بزاف ما يلعبوش في الهاتف، يلعبو في الحاسوب. هيا لا يفضلوا الحاسوب على الهاتف. راح يلعبوا كول اوف ديوتي موبايل عادي في الحاسوب تاعهم. الو هنا يا سيتينغ، هنا نخيروا الطريقه تاع الاخر ولا نخلوها في العاديه. هنا تخير هنايا سيتينغ، ايضا تضغط هنا راح كما راكم تشوفوا هنا. راح نحملوا هذا السلاح او لا، نضغطوا على الاف سنايبر. هذا راح نقدموا للقدام. او لا او لا
راح يطلق معنا الاخر خير المكان. هذه طريقة اللعب تاع كول اوف ديوتي موبايل، هنا يشرحوا لك كل طريقة اللعب كما راكم تشوفوا. اللعبة راهي تشتغل في الحاسوب تاعنا عادي، هذه هي طريقة تشغيل لعبة كول اوف ديوتي موبايل على الحاسوب تاعكم. كما شفتوا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم على طريقة تشغيل لعبة كول اوف ديوتي موبايل على الحاسوب تاعكم ولا البي سي تاعكم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا له لايك كومونتير، بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم، ابوني قناة تاعنا، فعلوا زر الجرس لتوصلكم اي حاجة جديدة نحطوها، فضلا منكم هذا وليس امرا، ونتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.